نجمة وعليها الكلام. دونك ميساج للناس الكل وخاصه جماعه لي ريزو سوسيو بالعكس اون دو دوني ان بون ايماج نحطوا تصاور بلادنا صحيح احنا نتعقلوا شويه صحيح احنا اون بيريود دو داي دو داي عفوا واوماج وخاصه نترحموا على روح الشهيد مهدي زمالي والمصابين ان شاء الله ربي يشفيهم لكن لازمنا نكونوا سوليدار لازمنا نتعايشوا مع الظروف هذيه ما فما حتى بلاد في العالم الابري دو تو سكي سباس الحاجات هذيه ولات تقريبا ان بو بارتو ان شاء الله المجتمع التونسي يكون عقلاني ويكون عنده من الوعي الكافي انه نتجاوز الامور هذيه من غير التفاهات ولي بارتاج نتاع لي بيتيز على على خاصة فيسبوك وتو سكي ريزو سوسيو ان شاء الله الميساج يكون وصل كونوا برشا ناس يحكيوا على الغاء حجوزات وما الغاء حجوزات وانا سوي تري بيان بلاسي باش نحكي على الموضوع هذا وانتم ما تعرفوا صحيح. ناكد لكم اول ما صار حتى الغاء حجوزات تونس هي قبله سياحيه بامتياز وبحول الله ربي يسر تونس وربي ينور تونس نتمنى يهديوا معناتها الانتصار اليوم او نتيجه ايجابيه لروح الشهيد اللي طاح في الاحداث الغادره نقول انا وخاصة نعديو ميساج بوزيتيف للبلاد كل اللي في حاجة للفرحة بون سبحان الله معناتها تزامنت اليوم مع الريزلتات نتاع الباك زاد نتمناو نقولوا مبروك للناس كل اللي باشوليه اللي نجحوا وان شاء الله حظ اوفر للي معناتها راتاو العام تاعهم وبالنسبة لسو كي سون كونترول زاد يخدموا على رواحهم ان شاء الله نهارين هذوما إلزون اون شونس دو سيغات غامبي ميساج مع السيد رئيس الحكومة الكل البارح في الليل مشى لفرنسا واليوم كان انفيتي عند جون بيير كاباش في سي نيوز الصباح وكان ممتاز شفت الباساج نتاعو وكان ممتاز انترفونسيون بروفيسيونيل على الاخر وعطى صوره طيبه وطيبه كبيره برشا لتونس حتى جون بيير كاباش نعرفوه صحفي كبير وكبير برشا حاتم اللي كان في التفاعل نتاعو واكد اللي كونه تونس وكما قال هو وقال حتى جون بيير كاباش قال راهو الارهاب هذايا لاهي باريس في مأمن منه لا نيويورك لا لندن حتى شيء لا روما وعطى ميساج بوزيتيف برشا واحنا البروف اللي نعيشوا لاباس وان شاء الله اليوم يكمل المنتخب الوطني التونسي يفرحنا ويدخل الفرحه على الشعب التونسي مستهدفين بصراحه باش نقولها بصراحه لما اللي صار لتونس البارح دوز اتونتا وبعد مرض الرئيس الله يشفيه يخرج لك في دي ميديا انترناسيونو يمسوا لك تونس وسمعة تونس واللي تحب انت فما المقصود وفما الغير مقصود وفما عرب وفما غير عرب فريمون يوجع قلبك على الاخر على الاخر هوني حزانه برشا الواحد يخدم في بلاده يغدروه يقتلوه سي تريست ما تجيش ما يرضى حتى حد ان شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر اهله بصراحه وبالحق بور لو مومون لازمنا نكونوا سوليدير على الاخر اكيد وسوليدير كما قال رضوان بكل الطرق نقولوا الكلمه الباهيه نزيدوا من بارتاجيو الحاجات الخايبين ونحاولوا اوريفليت ليماج الباهيه ونحطوا على ستوري بتاعنا كان الحاجه البوزيتيف وكان درابو تونس بالحق معناها صور مزيانين تاع من جوانب الوطنيه اذا نحب نحكيوا على الوطنيه ونحكيوا باللغه هذيك دونك موقف مش سهل مش سهل على الناس الكل موقف صعيب برشا معناها في قادمين على سيزون استناه في 9 مليون سائح معناها سيزون حلوه بالنسبه للوضع اللي عايشته البلاد الكل نقاو روحنا نتمسوا مهما يكون لازم نقعدوا احنا نحيو الشك اللي عند العباد اللي ممكن يدخل لي زيترونجي اللي جايين لتونس نحيو لهم بالكلمه الباهيه ونعيشوا حياتنا ما يتبدل شيء بدل شيء مؤكد ما يتبدل شيء تعيشوا نكملوا نعيشوا ونكملوا نكونوا بوزيتيف كي يشوفوا هذاك اكيد يتاثروا ايجابيا بالشيء هذا نجمه وعليها الكلام